جاء في الصحف الصادرة اليوم الخميس الأجواء التي رافقت اليوم 18 من الحملة الانتخابية. العدالة ستكون بالمرصاد هو العنوان الذي جاءت به جريدة المساء في تصريح للفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي حذر العصابة وأذنابها من التشويش أو المساس بالسير الحسن للانتخابات، إلى جانب اهتمامها بما أسمته بمحاكمة القرن التي انطلقت في 4 ديسمبر. تطرقت جريدة الشروق هي الأخرى إلى ما جاء في كلمة الفريق جايد صالح الذي قال: العصابة تلعب آخر أوراقها أملاً في تنفيذ مخططاتها الخسيسة، ودعا نائب وزير الدفاع إلى عدم منحها أي فرصة لذلك. جريدة لوسواد الجيغي اهتمت بتصريح الفريق جايد صالح تحت عنوان: على الرئيس المختار التكفل بباقي المطالب، مؤكداً على أن الموعد الانتخابي الذي يفصلنا أسبوع عنه سيكون انتصاراً للجزائر وشعبها. جاء في الصفحة الأولى لجريدة الخبر تفاصيل عن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين 5 المبرمجة اليوم الجمعة 6 ديسمبر، واختارت اليومية عنوان 14 سؤالاً لكل مترشح والإجابة في 2 دقيقة. تزامناً وإجراء أولى محاكمة قضايا الفساد، أشارت يومية الشعب إلى الخطاب المشترك للمترشحين 5 للرئاسيات والذي انصب في مكافحة الفساد، وعادت الجريدة بالتفصيل إلى تصريحات المترشحين في اليوم 18 من انطلاق الحملة الانتخابية. أما يومية أوريزون فاهتمت بتصريح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكدت أن المجتمع المدني سيشارك في الإشراف على الانتخابات كونه بمثابة شريك لا يستهان به في عملية تأسيس جزائر جديدة.